مباراه الشباب في كاس العالم، واللي حقيقه دخل ايضا ضمن افضل 11 لاعب في كاس العالم، وداخل منطقه الجزاء خطير. الله 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 الله، هدف مبكر، هدف اول في دوري الامارات عن طريق علي حسن. علي حسن في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول. لا لا لا، الشهية مفتوحة، الشهية مفتوحة للأهداف، وهدف لفريق دبي في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وفرحة فرحة جماهيرية أيضا للاعبي وجماهير فريق دبي. شوف اللعبة عبد الله أحمد، لعبها عبد الله، شوف 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 وين حطها، حطها حطها مكان صعب 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 عليك يا الماس، صعب عليك يا الماس. شوف اللعبة علي حسن، وعلي حسن لقصة 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 في الموسم الماضي لما كان فريقه يلعب المباراة النهائية مع الشارجة على تنفيذ المنصوري أمامية. الآن تلعب الكرة في وسط ملعب فريق دبي أمام منطقة جزاء فريق دبي، محاولة أيضا والكاس يحاول فيها سعيد الكاس، خطيرة هذه وتنعاد جول شرجاوي، جول التعادل عن طريق الكاس في الدقيقة 22. سعيد الكاس ظهر فسجل، سعيد الكاس ظهر بعد غياب 22 دقيقة، سجل هدف التعادل في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول. 1-1 1-1 والمباراة تعود إلى البداية من جديد. شوف اللعبة، سعيد قاتل قاتل اللعب الماضي، حصل الكرة وسددها على يمين حارس المرمى حسن الشريف محرز هدف التعادل. 1-1 1 دبي 1 الشارجة حبايب إلى الآن. وشوف اللعبة وشوف الكاس، سددها لاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي الشارجة ولاعب فريق كانت خلال 20 دقيقة الأولى، وكرة ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، جول شرجاوي، جول شرجاوي ثاني عن طريق رسول خطيبي، خطيبي خطيبي في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، رسول خطيبي وعودة لفريق الشارجة للمباراة، عودة وتعادل وتقدم بعد ذلك في دقيقتين. الشارجة إذا يقلب النتيجة والأداء في دقيقتين. شوف اللعبة، يعني ذكرت أن فريق الشارجة لو كنت متقدم عليه بثلاث أهداف فما هذا يعني ما معناه أنك فايز، لا، فريق الشارجة يعود المباراة في أي لحظة، وبالفعل فريق الشارجة في دقيقتين عاد المباراة وسجل هدفين وتقدم بهدفين مقابل هدف. تمريرة ذكية جميلة وخطيبي حطها في مرمى أمامية من خميس إلى رسول خطيبي، ولكن أيضا يحاول أن يتدخل خالد جراح، حصلها خطيبي، خطيرة هذه للشارجة، خطيرة للشارجة، خطيرة للشارجة، عالية إلى الكاس، جول شرجاوي ثالث، جول شرجاوي ثالث عن طريق الكاس سعيد، سعيد الكاس هدف ثالث ايضا شرجاوي بهجمه مرتده سريعه كانت عن طريق رسول خطيبي، هيا على اقدام الكاس وحطها على يمين حارس المرمى حسن الشريف محرز ثالث اهداف الشارجه. شوف اللعبه، شوف الكاس حطها وحسن الشريف حاول فيها ولكن الكره بعد ذلك في شباك فريق دبي، محرز ثالث اهداف فريق الشارجه ورابع اهداف المباراه. 3-1 الشارجة إذا يقلب النتيجة بعد ما كان متأخر بهدف في الدقيقة الثانية، الآن يتقدم بثلاث أهداف مقابل هدف. كرة ملعوبة الآن أمامية مهمة بالتأكيد، قصتين هدف والجريجور يتقدم ويحطها في الجول، جول ثاني لدبي 3-2 في الدقيقة التاسعة عن طريق جريجوري. جهة مسعود شجاعي، تدخل ايضا من جابر درويش، الكرة تمتد وسريعة وخطيبي لاعب خطير، جول رابع ومحاولة ايضا خطيبي داخل منطقة الجزاء، يا تسديدة جول، جول شرجاوي رابع عن طريق الكاس، هاتريك للكاس، هاتريك للكاس، اسعد الناس، هاتريك لسعيد الكاس، و4-2 4-2 هجمة مرتدة سريعة يستغل فريق الشارجة اندفاعه وحماسة لاعبي فريق دبي، ومن هجمة مرتدة سريعة شوف خطيبي، خطيبي هيها هيها والكاس ما تغشمر فيها، ما تمسخر فيها، لا ولا تفلسف فيها، وحطها قوية في مرمى حسن الشريف حارس مرمى فريق دبي. شوف اللعبة، شوف 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 الكاس سددها قوية 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 وهي قوية في مرمى حسن الشريف حارس مرمى فريق دبي. 4-2 4-2 السابق، واللاعب الشرجاوي الحالي يستعد للنزول، كرة ملعوبة أمامية، رسول خطيبي لاعب سريع، خطيبي يتقدم، خطيبي ومعاه جراح، خطيبي مر، خطيبي تقدم سدد، جول خامس، جول
الخامس عن طريق رسول خطيبي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني. 5-2 5-2 ونتيجة كبيرة وكبيرة كبيرة كبيرة للشرجاوية بعد التخلف بهدف الآن. 5 الشارجة 2 دبي. شوف خطيب يستغل مهاراته وتسديده وحسن الشريف بعد ذلك ما تعامل معها بالشكل المناسب على الرغم من ان الزاوية زاويتك يا حسن، الزاوية هذه زاويتك الزاوية الضيقة. اذا التغيير الان حسن احمد يترك قضية الملعب واللاعب البديل هو مشعل عبد الوهاب. حسن احمد واللاعب البديل هو مشعل عبد الوهاب. مشعل عبد الوهاب لاعب نادي الخليج وكرة ملعوبة الان. محاولة تقدم مسعود شجاعي بينية العنبري ما فيها شيء. هل يسجل السالس العنبري؟ العنبري حط العنبري جول. عنبري سادس جول. عنبري سادس. العنبري انا موجود انا موجود وانا قادر على العطاء وقادر على التهديف وهدف شرجاوي سادس عن طريق العنبري في الدقيقة 34 من زمن الشوط الثاني. ما يخيب اهات ولا طلبات ولا امال جماهيره. شوف اللعبة خبرة خبرة عنبرية طويلة في الملاعب الاماراتية وعلى يمين الشريف. 6-2 نتيجة كبيرة، نتيجة ايضا يعني ما توقعناها على البداية القوية لدبي وعلى الشوط الاول 20 دقيقة ما توقعنا النتيجة تكون 6. ولكن اذا اللي تابع المباراة من البداية ويتذكر كلامي بان فريق الشارجة عموما في فرصة طبعا لمعالجة الاخطاء، معالجة الخلل، استدراك ايضا الخاطئ. وغريغوري حط غريغوري وهدف ثالث، هدف لدبي، هدف ثالث عن طريق غريغوري في الدقيقة 40. غريغوري يسجل ثالث اهداف دبي. اذا النتيجة 6-3 الان. 6-3 6-3 6 الشارجة 3 دبي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني. يحرز غريغوري هدف الثاني وهدف دبي الثالث. شوف اللعبة والكرة على يمين حارس المرمى محمود الماس. حاول فيها الماس وتمريرة حلوة كانت ايضا من دودزي وفي لاعب ايضا شرجاوي طايح في الملعب.